احمل لك زبالي لا يعرفوا عندي زبالي ولا you need that. بدرايف ثرو خلقنا كونسبت انه نشتري الفرز من المواطنين. مشروع يلا ريتيرن هو مشروع انطلق من حوالي السنتين، كل اللي عليكم انه تجمعوا نفياتكم، تبلشوا تفرزوا، تجيبوا هالنفيات لعنا. مثلا انا بجمع من عندي من البيت، رفقاتي بيجيبوا لي، كنا شيء على الطريق بنلاقي شيء بنجمعه. واليوم شو في معي؟ اليوم معي بلاستيك. بيوصل اليوزر بيجيب اغراضه، بيجي الاوبريتور بياخذ الاغراض منه. في عنا هون الالكترونيك سكيل، بيجوا بينحطوا الاغراض بقلب الميزان، بينفرزوا كل تايب لحاله. 0.7 بلاستيك و 4.1 كرتون. من بعد ما يخلص بيكون هو عامل داونلود الابلكيشن على تليفونه، في بيفتح كل واحد عنده كيو ار كود بفوت له البوينتس من خلالها. هودي نقاط فيهم يكونوا عم بيستبدلون بمصاري كاش، او في ياخذوا فيهم فوتشر مثلا على الهابي هون. نحن بالمدينه الصناعيه ما كان حدا هون يفرز. من وقتها نحن فتحنا الكل صار يتشجع، الكاكين المحلات، حتى في الشباب مقسمين الشوارع، ما بتفوت على زبوناتي هون وما بتفوت على زبوناتي هون، اشياء مهضومه يعني. ثانك يو. 121 قنينه عملوا لي 121,000. انه سافا، هن هي رمزيه بس انه احسن ما نكبهم بزباله، خاصة بتصير تحس حالك انه ما عم بتزيد زبالة، بالعكس عم يجي واحد يفرزهم، عم يجي واحد يستفيد منهم. واكثر شيء بيجينا عنا يعني انان المي، اكثر شيء لانه العالم اكثر شيء تستعمل المي. يعني عندك هون البي اي تي هن انان المي، كل شيء ترانسبارون بينحط هون، اتش دي بي هو كل شيء بلاستيك سميك، وانان الديترجون بينحطوا كلهم مع بعض، كل شيء كيس نايلون بينحطوا سوا، وهونيك عندك الاي بي اس اللي هو الفلين بينحطوا هونيك، واخر شيء عندك الحديد بينحطوا لحال مثل معلبات التونه وهدول الباقي الاخبار. اذا بيوصلونا انان المي لحال يعني البيت بيكون عم ندفع على الكيلو 10,000، ميكس بلاستيك الكيلو 7,000، إذا عم يعطونا 9,000، الألومنيوم 45,000، إجمالاً بيكون عم نعطي حوالي بين 45% و50% لليوزر من حق البلاستيك، تون البلاستيك الحقيقي. في ورق، في حديد، في بلاستيك، في سيلولار عتيق، وفي قنينة كبيرة، وفي تانكس. نحن حالياً عم توصل الأوبريتر طبعاً لحوالي من 70 إلى 80 طن عم نعالج نفيات. في أوبريتر تاني عم نعملها مع كل مع سوبر ماركت الهابي وسبينس، عم نتخطى 100 طن بالشهر. لبنان فيه هلأ تقريباً 5,000 طن يومياً من نفيات عم تصدر عنه كل يوم. كال دبليو ام قدرنا نشتغل سنة الماضية يومين على صعيد لبنان 9,000 طن بكل لبنان. اذا جمعنا كل اللي عم يعملوا سوليد ويست مانجمنت بلبنان ما بيتخطوا 10% بالنسبه لكميه النفايات اللي عم تروح على المطامر. بدي اقول في فرع عندنا بالحمرة، في عندنا براس النبع، وفي عندنا بطريق جديده، كذا عندنا كذا فرع بالعالم، كل شو في عندها بيعون بيبيعون، ونحن بالفروع مش بنحملهم، بنطلعهم على المكلش، بيطلعوا على الوير هاوس على المكلف، بنرجع بنعمل الفرز سنوي، وبنرجع بنعمل لهم بيلينج. عندنا منصة اسمها ريليست، بننزل عليها الاغراض، بصير في عليها بيدينج، بيكون عم يدفع لنا بيست برايس، بيكون هو عم ياخذ الاغراض على إعادة تدوير. بيصنعوا منا باليتس او رو ماتيريال، ومنا بيصنع منا طاوليات، الكراسي، الاقفاص الى اخره. نحن بلبنان ويست مانجمنت من بعد ما يكونوا المواطنين جابوا لنا الفرز تبعهم على الدرايف ثرو، ننقل كل شيء على المعمل تبعنا. كل شيء له طريقه، هدول مثلا نايلون بيرجعوا بيصيروا نايلون من اول وجديد، او بحولون لاساطر، او الكرتون بياخذون المصانع وبيرجعوا بيعيدوا تدويرهم، بيرجعوا بيعملون من اول وجديد كرتون 100%، بيرجعوا بيطلعوا كرتون. كل واحدة من هول البيلز الكرتون الفوليوم تبعها قد تراك تقريبا، هاي بتقول لك 300 كيلو. تخيلوا كم وحده شفتوا هلا عنا، او لحالهم لو كانوا بالمطمر، قد ايه كان الفوليوم كثير كبير، قد ايه كان المطمر عم بيمتلى بسرعه اكثر واكثر واكثر. الورق الابيض هيدا اللي بصير كلينكس، هيدا الفلين اللي خبرتكم نحن الشركة الوحيدة من هيك الهيرو، او خلينا نحكي عن سنة الماضي بس 23 طن من الفلين عندنا تدويرهم، 23 طن الفوليوم سايز تبعهم يمكن قد بيروت.
سفر.